نعم أيها يعني نحن الآن في جولة داخل المبنى المستهدف تماما هنا في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. المبنى المستهدف أمامنا مباشرة هنا في هذه المنطقة. العدو الإسرائيلي استهدف هذا المبنى، هذه الأشغال التامة، هذا حجم الدمار الكبير هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذا استطعنا رضوان لو سمحت، إذا استطعنا أن نرى بعدسة الزميل رضوان حرب هذا الضرر الكبير هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة استهداف هذا المبنى من العدو الإسرائيلي. نتابع بكل تأكيد طبعا خطر انزلاق هذا المبنى. رضوان لو سمحت علي الكاميرا على الطابق المستهدف. إذن هنا يبدو الطابق المستهدف بشكل واضح نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعدد من الصواريخ، مما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية. هذا الاستهداف الذي جاء في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الغبيري، المنطقة التي تعج بالسكان والمنطقة السكنية بامتياز والبناء المدني في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذا مشاهدينا الكرام، المعطيات الكاملة حول هذا الاستهداف من المبنى مباشرة، هذا المبنى يعني المواجهة مباشرة هنا دخل هذا الصاروخ. طبعا خطر كبير جدا من انزلاق الأحجار التي تتواجد في الأعلى، يعني لا سمح الله سيؤدي هذا الأمر إلى كارثة. طبعا الفرق الصحية وفرق البلدية تتعامل مع هذا الموضوع بدقة كبيرة. السيارات التي أيضا تضررت آية، هذه السيارة التي كانت تركن يعني بالقرب من المبنى وسقط عليها حجارة مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. أضرار كبيرة جدا للممتلكات هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى الشهداء الذين ارتقوا نتيجة استهداف هذا المبنى. الضرر الذي طاول الأبنية المقابلة أيضا للمبنى المستهدف، هناك ضرر كبير طاول الأبنية المقابلة كما ترون مباشرة بالعدسة المباشرة حول هذه الأضرار التي خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الأبنية المقابلة للمكان المستهدف، هذا هو الشارع الذي تم استهدافه في منطقة الغبيري، 6 شهداء 15 جريحا نتيجة هذا الاستهداف. الصاروخ دخل مباشرة، يبدو أنه أصاب الطابقين العلويين من المبنى مما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل وسقوط هذه الأحجار وسقوط هذا الردم على الطرقات وعلى المرة وعلى السيارات، مما أدى إلى أضرار ودمار كبير جدا في الممتلكات وأصاب الأشخاص المارة أيضا بجروح في هذا الشارع الذي يعج بالسكان. إذا نتابع مباشرة الأضرار في الضاحية الجنوبية لبيروت. ما زالت الفرق البلدية تعمل على يعني المساعدة في هذا الموضوع، وما زالت فرق الإسعاف أيضا تتابع أعمال الإنقاذ في الضاحية الجنوبية لبيروت. أنا أقف تماما هنا، يعني هذه الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت. الزميل رضوان حرب يطلعنا على يعني على ما توفر هنا نتيجة هذه الغارة، ما أصيب يعني في العدسة مباشرة، عدسة الزميل رضوان حرب. إذن آية، استهداف جديد في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، استهداف كبير جدا. أيضا مبنى سكني آخر، مدنيين أيضا هم أهداف بنك هذا الاحتلال الصهيوني في ضاحية بيروت الجنوبية. من يتابع أعداد الإصابات يعلم تماما أننا أمام مجزرة جديدة من الاستهدافات في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه المجازر المستمرة والتي يقوم بها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة لقرى الجنوب والبقاع، والتي تدل على همجية هذه الأضرار. ما نشاهده مما يخلفه العدو نتيجة غاراته المتزايدة خصوصا على ضاحية بيروت الجنوبية التي يريد إقحامها ضمن بنك استهدافاته، هو الذي لا يوفر ولا يميز بين مكان وآخر. الضاحية الجنوبية إذن اليوم تعرضت إلى استهداف كبير يعني من العدو الإسرائيلي.
كما نشاهد مباشرة ما تضرر أيضا إذا أمكن بعدسة الزميل رضوان حرب المبنى المقابل مباشرة، يعني نوافذ هذا المبنى أيضا تكسرت بعد هذا الاستهداف هنا في الضاحية الجنوبية. ما حدث كان أشبه ب يعني جريمة حرب، أو هو جريمة حرب كبيرة، جريمة حرب للعدو الصهيوني، جريمة حرب لكيان غاصب. الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه الأبنية السكنية، هذه المحلات، كما نتابع مباشرة حجم الدمار هنا الكبير جدا نتيجة هذه الغارة. والغارة دائما لا تؤذي فقط البيت المستهدف، تؤذي أيضا وتضر وبشكل كبير يعني المارة في الشارع، إضافة إلى يعني الذين يقتلون في المبنى. وهذه الأضرار جميعها التي تتابعونها مباشرة في الصورة خلال هذه الجولة، هذه المشاهد الحصرية لنا هذه الجولة داخل المبنى المستهدف في منطقة الغبيري ما بعد الجاموس وما بعد بئر العبد. بالأمس اليوم الغبيري في عين الاستهداف، أيضا الغبيري هذه المنطقة التي تقع في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه إذاعة جيش الاحتلال سرعان ما نشرت أسماء عن قياديين في حزب الله وزعمت أنهم ضمن يعني الاستهداف في هذه الغارة، وهناك معلومات أيضا عن فشل عملية الاغتيال. ماذا لديك من معطيات جديدة في هذا الإطار؟ يعني آية صراحة متابعة، نشر الإعلام العبري أحد الأسماء وكعادته فورا ينشر. بالأمس فشل هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأيضا نحن اليوم نتابع يعني المعطيات النهائية بانتظار بيان المقاومة. دائما ما تعلن هذه العربة العرب، لا يعني لحظة، هذه العربة، هذا هو بنك أهداف الاحتلال. لحظة لو سمحت مباشرة أي عربة أطفال أيضا من المدنيين، وتحتوي على دروس أوراق لكلام السيدة الزهراء عليها السلام. هذا ما نشاهده في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه مشاهد صمود ومشاهد انتصار أيضا، بالرغم من كل ما يحدث حول من اعتداءات إسرائيلية، وكما أشارت 6 شهداء 15 جريحا. أما الأسماء فنبقى بانتظار المقاومة، هي التي تعلن، هي التي تبين. نتمنى طبعا أن تكون عملية الاغتيال قد فشلت، ولكننا بانتظار بيان المقاومة. نعم حسن، إذا ما زال هناك يعني كما نتابع مباشرة أعمال الإنقاذ وأيضا إجلاء السيارات. هناك بعض يعني أهالي حاول الاقتراب. هذه المشاهد من الضاحية الجنوبية، يعني هم بعض الأهالي اللي واقفين بالأرض. حجي عشو عم بتدوري؟ عفوا عغرات خي. إذا هذه المشاهد عرضنا شيء قبل عغرات الشهيد، بس خيك استشهد نتيجة الغارة. نعم، بيو ورا زمان، بيو أخته بالكلام. آية؟ نعم حسن، أنت ما زلت معنا على الهواء، يمكنك المتابعة. آية رح أخذ رضوان. نعم حسن، آية حيكون أيضا معنا يعني أحد الشهداء، عم بفتشوا على أغراض خيهم الشهيد، أحد المستهدفين في هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم. يعني نحاول، هذه أيضا نتابع مباشرة الأضرار في الضاحية الجنوبية. طبعا أقترب أكثر من يعني بعض العائلات الموجودة هنا. حضرتكم كنتوا هون وقت الاستهداف في الضاحية؟ لا أنا ما كنت، يعني عم نحاول نستطلع أيضا آراء الناس الموجودين هون في المنطقة. شفت أحد يعني أحد الأخوات عم تبحث عن أغراض خيا، قالت لي ما بدنا نضيع شيء من أغراض الشهيد، يبدو أنه استشهد نتيجة هذه الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالطبع يعني نحن بمتابعة حثيثة
المعطيات الأخيرة حول هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية؟ يبحثون هؤلاء الأشخاص أي يبحثون عن أغراض أقربائهم، يعني يحاولون الوصول لأغراض أقربائهم هنا في الضاحية الجنوبية في منطقة الغبيري بعد ما حدث خلال هذا الاستهداف الغاشم للعدو الإسرائيلي. بعد ما يمكن أن يبقى من الذاكرة من البيوت التي تدمر. حسن، هل هناك حصيلة لعدد المفقودين؟ من البيوت التي تدمر، من البيوت التي يستهدفها العدو الإسرائيلي، من البيوت التي يضربها العدو الإسرائيلي، من البيوت التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يخدع أهلها وأن يخدع يعني أن يخدع أهلها وأن يخدع ناسها إلى ما لا تريده ما لا تريده المقاومة. رضوان لو سمحت، إذن آية نتابع بعدسة الزميل أيضا رضوان حرب. حسن، هل لديك معطيات حول هنا عدد المفقودين؟ تم تعليق هذه اللافتة، اقتلونا اقتلونا تحت كل حجر ومدر، لم نترك فلسطين. مباشرة هذه اللافتة يعني التي تعبر عن حجر الضرر حجم الأضرار، وبالرغم من كل هذا الضرر، بالرغم من كل هذه الأضرار، بالرغم من كل هذه الاستهدافات، ما زالت البيئة وفية لخياراتها المقاومة، ما زالت البيئة وفية لخياراتها المقاومة، خياراتها التي لن تتخلى عنها مهما حاول هذا العدو. هذه المشاهد الراسخة في ذاكرة اللبنانيين ليست جديدة عن همجية هذا العدو، عن همجية هذا المحتل، عن همجية هذا الشيطان المجرم العدو الإسرائيلي الذي لم يبرح يوما من أو لم يمل يوما من تدمير قرانا ومن تدمير بيوتنا ومن تدمير أبنيتنا ومن قتل رجالنا وأطفالنا ونسائنا وبناتنا. هذا العدو لم يترك لنا خيارا سوى المواجهة والمقاومة، وهذه الضاحية اليوم الشاهدة والشهيدة وشهداؤها هم خير دليل على يعني همجية هذا العدوان، المدنيين وغيرهم وما لاحق بالضاحية اليوم وما شاهدتموه مباشرة على الهواء خلال هذه الجولة يؤشر أن العدو الإسرائيلي لا يميز أبدا ولا يريد أن يميز أبدا أصلا بين هدف عسكري أو ما شابه، وهو الذي اعتدنا عليه أساسا بهذه الصورة الهمجية. إذن يعني آية نتابع معكم، ما زالت هذه الجولة مستمرة دقائق وسنخرج من هنا، ولكن نريد أن يرى العالم أجمع هذه الاعتداءات. طبعا حاليا سنخرج من المنطقة بعد طلب الجهات المعنية الخروج بعد هذه الجولة وهذه المشاهد التي تابعتموها مباشرة على الهواء. آية يعني ما زلنا مستمرين بنقل هذه الصورة ولكننا نغادر هذا الحي، ما زال هناك عدد من أهالي الشهداء رأيتهم وحاولت الاقتراب منهم للحديث بعد ما حدث من تفجير إسرائيلي وغارة إسرائيلية على هذه المنطقة بالتحديد الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بالقرب من حسينية الخمسة، ومباشرة يعني الجميع عمل على عمليات الأنقاذ وعمليات المباشرة بإجلاء الجرحى، والحصيلة الأولية كانت 6 شهداء و15 جريحا نتيجة هذا الاستهداف من العدو الإسرائيلي. إذن مشاهدينا الكرام في المتابعة لهذا العدوان الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مرة أخرى، هذا العدو أراد من خلال غدره وغلته أن يرهب سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه المنطقة التي تحتوي على عدد كبير من السكان، غارة إسرائيلية.